السلام عليكم. الله يستر عليكم يا ما تعاونوا في هذه البنت اللي مشات ليا هكا يا ضحيه. ما شفتها، ما مشيت لجنازتها، ما شفتها مني ماتت، ما شفت بنيتي، ما شفتها ولا ملي بغيت فنوها ما عطاوني قبر نشوفه، ما عطاوني ملي تيغسلوها. اه ما خليت فيه، مشيت للسفاره، مشيت لهذيك الاخرى صيفطوني ليها اللي في السفاره اللي كاينه تما، قالوا لي سالي ليها راه غادي تلقي بنتك ما لقيتهاش. ومشيت الصباح جيت في العشيه، مشيت مكرشه ومرمده وانا مريضه بالسكر ما نقدر قعدت نوقف. ومشيت تكرفشت كرفيستي طلعت العديان، قالوا لي لا ما يمكنش هاد الهضره، قالت لي عاود تاني وليت وليت سولت لبنتي تشوى، قالت لي ما يمكنش هاد الهضره لا هادشي كاين كله هو كاين، قالوا لي ما يمكنش هاد الهضره، قالوا لي ما يمكنش. وعاود تاني جيت تاني مشيت عند المحامي، مشى سول على المحامي ما لقاش، قال لي ما كايناش هاد البنت. المسكين اللي راه قطعوا بنتي اللي بغيت نشوفهم، جاو الكسيدي شوف كسيده طلعت لك، قال لك طلعت لك كسيده على كلام كسيده، نقول لك كسيده قال لك اللي طلعت لها شنو الزوج نتاعها؟ ايه قال لك كسيده مو بنيه صغيره كل شيء مشى، وطلعوا عليا التليفون ما بقيتش تيهضروا معاها، وطلعوا عليا وخلوني تنطلب وترغب وخلوني نحل الكلب، ما تعرفونيش واش كاينه يا لايا ولا ما كايناش انايا، وبنتي حقها انا بغيت هذه البنت تجيب لي لها حقها مسكينه، هذه البنت هي اللي كانت هي سالي ورفدها لي وحاطها لي امي، واش فات الماء حتى انا مش خرجت روحها وتموت وتقول امي. هذا هو اللي بغيت نشرح من عباد الله اللي عاونوني، اللي هو شافني وشاف قلبي وشاف حالتي، يعني مقطعه تنبكي الليل ونبكي النهار. ممكن تقولي شنو هي وسالة هذيك المغاربة اللي في الإمارات على بنتك؟ نطلب كل من تعرفها في الإمارات هذه البنت هدى، نحتاج يعطيني خبرها على عطاسي ديال ربي، راني تقطعت وبيتي إني مشيت لتما ونشوف بنتي ونشوف قبرها وما لقيتش اللي يديني واللي يوصلني حتى لعندها، كانت تديني هي وهذوك ما كاين اللي ما يديني، وكل كان هما فيهم الإنسانية هذوك الكفار بالله هما اللي ما يديوني ويقولوا لي جيت تشوفي بنتك وجيت تشوفي ولد بنتك. هكا كيفاش كاين واقع قطعوني منه ما تنشوفوش تا هو. شكون هو حفيدك؟ بغيت نشوفو يا ماشي يدير قلبي وما تيوريوش ليا وين ليا حتى داك الكتب ونطلب ونرغب ونبكي بحال هكا بغيت يخلوني ما تيواجهوني لا بيا ولا بلا والو. مشيت ما خليت فين، مشيت ما خليت فين، بكيت ما خليت، مشيت للسفارة اللي ما بقاش منها وصيفطوني لجهة أخرى وقال لي غادي تمشي تلقاي بنتك وتوحدوا عليا الناس دوك اللي في الإمارة اللي كاين في السفارة، قالت لك لا حشومة اليوم يجيو لك بحال هكا، حشومة اليوم وحرام عليهم هادشي يديروا لك، لا ما تيكونش هادشي قال لي، قال لي حيت بلغوا لك بالموت كاينة واحد بغا يبلغوا لك بنتك أوراقها ما كاينينش، ما البوليس البوليس ديال ديك صافي تيقولوا لهم ها بنتكم ها كيطرى لها ها كيطرى لها وتتشوف كلشي على عينيك انت تطيق قلبي ما كاين، وتقول الأخبر الأخبر كي مشات هي كيمشى كلشي ليها، حتى حد ما عطاني خبر ولا شتي حاجة، تنبكي هكا الليل ونبكي النهار نبكي معايا الناس ونبكي معايا كل اللي شافني تنبكي معايا، وتقول شي واحد في قلبه في روحه يقول لي هي هذيك فلانة واخا هاكي هاد الصورة ولا هاكي هاد الصور وراق بنتك ولا هاكي، وتقول كل شيء داروا لي طمس وخلوني تنموت. أنا تنطلب الله صاحب الجلالة الله وكل هما اللي هما يشوفوني وقطع عليهم في قلبهم وفي قلبهم راه غادي يشوفوا حالتي ويشوفوا كل شيء، راه ولا كيفاش غادي انتي تقطع ليا وتتقرح ليا 4 شهور نسعى على هذا بالله انا ولا في هذه الحاله.